شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة جميلة علي سلمان على مدار يومين في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن الوفد البحريني قد شارك في 10 جلسات عمل بالقمة والتي ينظمها المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار متحدون لصياغة المستقبل. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة العضو دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لتحدثنا حول هذه المشاركة. مساء الخير أستاذة دلال. أهلا وسهلا فيك، الله يسلمك. أستاذ طبعا نشارك تفضلي. احنا طبعا نشارك في هذه القمة العالمية، وحقيقة نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم مثل هذا القمة النوعية، ولأول مرة يعني تعقد في الشرق الأوسط. طبعا احنا هني ناقشنا عدد من الأمور، وانتهت يعني الجلسات بتصور ان كيفية زيادة التعاون والتنسيق ما بين البرلمانات وبين الاي بي يو اللي هو الاتحاد البرلماني الدولي، وتداولوا 5 مواضيع رئيسية كانت تتضمن أول شيء تعزيز السلام يعني ومنع النزاعات وأنسود الأمن، كيف ندعم من ناحية تشريعية هذه المواضيع الهامة. كذلك تم التطرق إلى كيف القرارات البرلمانية اليوم تسهم في السياسة يعني المختصة في العلاقات ما بين الدول تأثيراتها على الشعوب، وبالإضافة إلى تم تناول مسألة الشباب تحديدا، وتم دعوة يمكن عدد كبير من الشباب لطرح ما هي توجساتهم والتحديات التي يواجهونها. وكان طبعا كعمل أساسي وضع لشعار هذه القمة إن كيف نتحد لصياغة المستقبل للشباب، وهو اللي طبعا إن احنا يعني نضع لهم فرص متاحة تمكنهم من العمل من ناحية سياسية من ناحية اجتماعية اقتصادية لدعم دولهم. أيضا موضوع اللي هو كيفية تنمية وتقدم المرأة البرلمانية كشريك أساسي في العمل السياسي في المشاركة في الشأن العام. طبعا القمة كانت تضم عدد من رؤساء البرلمانات من السيدات وكذلك عضوات من البرلمانات، فكانت فرصة يعني لتبادل الخبرات معهم في هذا الجانب. ويمكن احنا كان مشرف لنا حقيقة كدول عربية وخليجية بشكل خاص أن تتواجد من بينهم دكتورة أمل القبيسي كأول امرأة ترأس برلمان، وهي طبعا كانت يعني موفقة جدا في اختيار مواضيع القمة، وكذلك موفقة في اختيار المتحدثين في تلك القمة، مما نتج عنه ان هم وجد عندهم انطباع ان قرارهم بالموافقه على عقده في دوله الامارات كان قرار جدا موفق، لانهم فعلا خرجوا بشيء جديد لعمل القمه العالميه المخصصه لرئيسات البرلمانات. طبعا الان هي ماذا يتم بعد هذه القمه؟ خرجوا بعده توصيات تتعلق في الامن والسلام، الشباب، التنميه، أيضا المناخ، أخذوا في المناخ توفير المناخ الصحي من حيث البيئة، تنمية عمل المرأة البرلمانية، وستكون هناك إيجاد آلية مستدامة لتنفيذ تلك التوصيات. اليوم أيضا إحنا أهم شيء أن نعمل على التقارب والتسامح بين الشعوب. يمكن الافتتاح ضم تواجد الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فألقى كلمة هي شارحة بالنسبة لموقف الإسلام من المرأة ودعمها لها تأسيسا من ثوابتنا في الشريعة الإسلامية، وبالتالي أعطى انطباع واضح صريح، موقف صريح كيف يتعمل الشعوب الإسلامية بقياداتنا على دعم جهود وتنمية المرأة في مواقع صنع القرار. فكانت رسالة واضحة للعالم بهذا الشأن فيما يتعلق بعمل ومسؤولية المرأة في البرلمان، تشارك زميلها الرجل في العمل في الشأن العام. وكل هذه الأمور في الأخير تصب أن هذه البرلمانات تمثل سيادة للشعوب، وبالتالي دور المرأة فيها دور مهم في تعزيز السلام والأمن
وكذلك القرارات التي تصدر من البرلمانات بهذا الشأن. نعم، الأستاذ دلال الزايد عضو مجلس الشورى اللجنة التشريعية والقانونية من مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.